غارات وقصف إسرائيلي على قطاع غزة في تصعيد جديد يضاف إلى سجل طويل من الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية. طيران الاحتلال الإسرائيلي استهدف بعدة غارات مواقع غرب مدينة بيت لاهيا شمالي القطاع تتبع لحركة حماس. غارات تأتي بعد ساعات من قصف مدفعي شرق مخيم البريج أسفر عن استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين بحسب وزارة الصحة الفلسطينية. جيش الاحتلال في المقابل زعم أن القصف يأتي عقب إصابة جندي إسرائيلي إثر استهداف دورية قرب السياج الحدودي مع القطاع. وبينما حمل المتحدث باسم جيش الاحتلال حركة حماس مسؤولية ما يحدث داخل قطاع غزة وينطلق منه، توعدت الأخيرة إسرائيل بالرد وأنها لن تسمح باستخدام الدماء الفلسطينية وقودا لحملات الاحتلال الانتخابية.